كبرت يا لك طويل عليا وشايل عجوز ما تشكرش باش نفرش هاد اليمات قالت بين ما تزيدش تخدم تاني تحبس الخدمة في الدار يا عيات مسكينة فرات خو راني هنا خلاص ميزيريا على تندر شيرين تقدر عليها اخويا بان لا اللي خرجوكم المسيد دقايم بها يا بالسيف يا خو انت غايب العجوز مريضة ولازم هادو ولا لا بالسيف ندبر راسي يا خو وزيد ما كنتش وحدي راك تعرف اش حاب يقول مالك نسيتو عنده 10 سنين الله يبارك يا خويا والمسيد ما تخممش مازال يقال بصح كي يكون عنده فيها وقت هاك تعرف يتفتف ساعة كوكا وساعة دخان هاي نروحوا لجوزك يا بنا كما يقولوا الناس كامل اللي داوهم راهم يهضروا عليه غير في الخير وزيد انت ما عندك ما تخسر الدواء هذا كامل اللي شربتيه ما نفعش فيك والشيخ محمد هذا واش من دواء يقدر يمد للمريض يمد دواء عرب شوفي باية الناس كامل قالوا ما تعيش وذكرى يلبس عليها غير بالعشب اللي عطاهم للشيخ محمد عجوز محلا هو ليدي محلا محلا الحمد لله اللي جيت بخير بيناتنا ابو علا كي لاباس خالتي فروجة الحمد لله يا وليدي السوق اللي فتلت ايام ونش من فراشي ابو علم يا وليدي المرض ما خلى فينا والو يا وليدي شوفي ما مسكين
انها ما تعبت عليكم. الله يشفيه، هذا ما يقول بنادم. لا فراش، نعم اذ ما راكي هنا راح يسخني قهوه البعلم على راسي وعيني. بعلم راني رايح اذا حبيت العشاء نتلاقى. وراك مسهل باب الود، عندي رونديفو مع ابو حموح باتشونس، بالك تعرف لي بزنس بلاري روندون. هي بدات عطيت له فاليزا مع مرا حوايج ومازال نسلو عشية. من بعد فهموا عليها هذه عشية. هاك بوي ساعة. انا تسمحوا لي نروح والحشية ان شاء الله راني نولي. يعطيك صحتك. يسلمك. يبقى على سلام. انا فرحان اللي راني هنا دوك، لازم تبراي بالخف، انا نتلا بيك. ما تشغلش بالك بزاف من جهتي يا ولادي، انا ما نطولش. خمم على خوتك، الشي اللي راه محيرني ومن بعد النوم عليا ليل ونهار هو وقتاش نشوفكم متحدين وفرحانين قبل ما نموت. مازالت العمر طويله العجوز. ان شاء الله ملي مات باباك الله يرحمه الدار بقات علينا فارغه، مع عزت انت الدار فرغت. تسبني غير نخمم عليك. عهدني يا ابو علم يا وليدي اللي تسترجع طريق الصواب وما تخالطش، هكذا لا نموت هانيه. خلاص 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 العجوز، خممت في هذا الشيء كامل. مازيش نعدك اللي مازيش فالطي. راني خايفه يا ابو علم يا وليدي، راك ما تفكر المره الاولى كي خرجت من الحبس وعدتني اللي ما تزيدش تعاود. هاد المره 3 سنين حبس. سوا كنت صغير وما جايب للدنيا خبر، درك نحلو عينيا. خممت مليح في 3 سنين اللي جوزت، فهمت اللي كنت عايش في الهواء، وعرفت لي المعيشه سهله ما تدومش. شبابي ضاع في طراتك، شحال هنايا نهربوا لابوليس مورايا. لو كان كمل كيما كنت طرقان كاملين حرموا عليا العجوز. هاي لك علاش عاولت نعود نشيل خبز بالدراهم الحلال، دراهم اللي نعرق عليهم. تعلم صنعة لي بانتر في الحبس، تولم بهذه نصيب الخدمة بالخف، وهكذا خاوتي تاني تبعوا الطريق المليحة. أمنتيني العجوز؟ هاني مأمنتك يا وليدي، والآن نحس روحي نرتاح. مالك ما شتوش توحشتو؟ مالك راه يقرا وكي يخرج من المسجد يروح يبيع الكوكب ومن بعد يجي للدار. كل خير عليكم. كل خير. الحمد لله ابو علام، الحمد لله كي خرجت انا كل فرحانين. ما في صحتك راك مليح. الله يسلمك. شفتي فاطمه ما كانش كيما الراجل في الدار. ايه هذيك بصح، هكذا ان شاء الله تسيب خديمه وتقعد مع خاوتك. ما بقاش شو ما جابوا على ما بقاش، على حسب واش رانا نشوفوا بلا التلفزيون اللي زينات لهم غير يطلعوا. هذه بنتك هذه؟ ايه بو على نسيتها فتيحه، وبصح خليتها صغيره تقعد 8 سنين. ايه سوا سوا ربي عايشه. ايه كتر خيركم. لا يسلمك. الحمد لله الحمد لله كي خرج وليدك انا كل فرحانين. طول على خير. يعطيكم الصحه. Thank you.
سلام، هذه ما كنتش نستنى فيها. واش راك دابا؟ وقت خرجت من هو اليوم؟ 3 سنين يا دا. 3 سنين جبدها بصح حتى نتاع ميتها. تعديت على حانوت صياغة وتعديت على زوج بالمطاي والفيلات والكرارس وشيت فاتح. كون قلبوا الطبسي ماشي خير. انسالها من سكر واشرب وعلم. اتاي. زوج اتايات. انا حمود ثلاثة نص نزبيش نسيطاوه. اتاي راح قاسوس. واش تقول مولود يا جياسكا؟ في تيزي وزو. ما صعيب يا موه، دير ما تشيلو دير. حاجة برك راهي محيرتني يا دا عمر. لازم نسيب خدمة بالخف. عجوز مريضة يتاكل عليا. أعطيتها عاد وما نجيبش الخيبة. هي شحال راني فرحان كي سمعك تهضر هكذا. ما كان غير رزق الحلال اللي يدوم وين تجي مولاه. كي تفكر العط اللي كنت كاسب. اسمح لي بوعلم. اللي يجيب منه ومنه ما تدومش. واحد قد ما يكون عنده دراهم. قد ما يصرف ويزيد يصرف. قد ما يحتاج دراهم. وهي رايحة. ويزيد عليه الحال. ويبانوا له شوفات كبار تاع طراطق. ها الهموم تفوت ويسيب روحه ويتفرغ والاخرى ما فيهاش. ويزيد واطو ويتوسخو. تعرف يا بوعلم نهار خرجت من الحبس. بعد ما تجوزت 5 سنين. دمعة طاحت. لخاطر عاودت رجعت للحورية. والتانية كنت عارف بلي راح نجيب القوت نتاعي بعريق جبيني. وعلم باش تنجح في هذه الحياة لازم 3 حوايج. الحلال، العزيمة والمعرفة. عندي ما استفدت من عندك يا دا عمر. أنا حاب نجبد روحي من المليون ما عرفش كيفاش. صح. حاب نجبد روحك من المليون. هذه على دلك. وما تشوف الوحوش وجميع. ما فهمتش. نديروا لها وعدة. ونحضروا كاع المصاري. راك تعرف حالتي يا دا عمر. ما تدوخش. انت عرض غير المصاري. قال لي ماشي بروش ناس. مش بيت مقلق. علاش غادخل؟ عاد ساعة. نسيت بعيد. لازم نروح بكري. أكبر منها شوية. ها على الأقل تجيب لنا السرتة فيك يا وليدي. نبعو كبش. ما وقتش باكالوريا ولا ليسانس ولا الدنيا تبدلت ما بقاش كيما زمان. اسمع. إلا حب ربي يصيب الخدمة بالخف. وأنت يا ما تزيدش تبيع. تلا غير بالمسيد. أي راه. أقفز. على خير. ترد بالك على روحك يا وليدي. ما تخميش يما. نسيت باش نقول لك بلي تلاقيت مع الدا عمر. فرح كي شافني مسكين. ومع ولي ينظم حفلة في دارو. حق اللي يخرج من الحبس. والمصروف من عنده. ايه. الراجل فيه كل خير. وانت اسمع هو اللي يدير هاد السهر. غدوه مع العشيه. كرايا العجوز دي تونسي فاطمه مرته. ما نقدرش يا وليدي. راك تشوف. والطبيب هاد اليامات رايح ويوصي. ما نقدرش يا وليدي. سلم عليه. انا نروح. روح يا وليدي الله يحفظك. هذا كنت عتاب سكت ماشي خير وربيطه شكون هذا
ولا من باب جديد ما عرفتوش. انت باين تحب تفهم الجو. ما والو خويا ابو علاء. انف. حميد وين سيبك؟ ولا شكش ما فرطه معه. حبيت نشوف. بترف السكور اذا حبيت نجي معك. نروح وحدي. نصيبو حنا هاد العام قوم كيما حنا يقبلوه ولا راودها كاع كيما رانا حنا هنا ورانا محروقين
كي كنت في الغوان واحد شر لي بلي ما زيدوش يطلبوا الكازي جوديسيال. اللي قال لك هذا الشيء ما كاش منه يا اخي. خي يا اخي شرع جديد خرج واش وزعما كاين منه؟ ايوا علاش لا لا حتى هنا نميز واش خسرنا. نقول لكم الصح عييت مطراتك والخطر اللي حكموني ما يزدوش يطلقوني بعد راهم شرولي شنا بيعيا ومسيلون ظن بلي هاد الشي ما يدومش مرجوعي الخبز حلال. اسناو اسناو مازال ما فرغتش المزود كاع على بالنا بلي دا عمر نقوم تقديمين حتى هو تعون وتميزر قبل ما يطلع للجبل ومن بعد كيرجع دار تاويل. اسمع لي نقطع لك الكلام بوعلام ما لازمش بد الماضي باش تردني عن طرب نوشتات. عشت حياة ليتريون كيما ليتريون تاع داك الوقت عشت انتيك حياة لي ميليتون كيما خاوتي اللي شاركوا في الثورة حاجة اللي نتخالفوا فيها هي في داك الوقت كان الاستعمار وخدمتنا ما تشبهش الخدمة اللي راكم تخدموها درك. هذاك الوقت ماشي كل واحد يقدر يروح للمسجد والدينا كانوا لا خدمة لا قدمة دراري صغار كانوا يدبروا روسهم باش يفكروا شوية درام على خاطر الاستعمار كان كاسب كلش والجزائريين كان طايح عليهم الحقرة العذاب والميزيريا وتحل فمك يطيروا بيك. ايه واش نديروا كان لازم علينا ندبروا روسنا وندبروا معيشتنا قصر يا دا احنا كانت كان لازم علينا نربحوا معيشتنا. واش كان خويا؟ جيت نشوف المعلم اللي راه هنا. انا هو المعلم واش تحوس؟ نحوس على خدمه. ايوا وانت مولا صنعه تعرف الصبيغه؟ سلكها. وين خدمت وين تعلمت؟ ما خدمت حتى واحد بصح تعلمت شويه في الحبس. ايوا في الحبس ما فيهاش عيب على كل حال الناس عم يتعلموا في الحبس بصح تسمح لنا في الوقت هذا راه شويه خدمه قليله والخدام منا تشوف راهم بزاف يسمى راهم بلا خدمه ولا على واحد شهر. اخويا ابو علا راك تعرف الوقت هذا باش تشوف خدمه وقت صعيب قولي لي الشهر الجاي ان شاء الله كش ما تصيب. سامي البشير صافي الصبر. تلاقيت مع الدا عمر وقال لي ما تدوخش عنده صعب وفي واحد الشركة. ربي ما فيه غير الخير. واش مالك قايم بها شوية؟ شحال جيت؟ رابع. اخدم ليه باش تجي الاول هكذا ترجع مقلة ماشي كيما انا يا حسين في هذا الوقت اللي ما قراش ضاع. حسين مازال ما جاش؟ لا من اللي خرج الصباح كاش ناري تاع الشبكه. راه محيرو مصروف البيت كي بدا الخدمه كل شيء يتبدل. صح انا خدينا المعلومه تنجم تروح. صح بارك الله فيكم. اي الله يعاونكم. لا ما شفنا المندله واش تاولك سرقوني علاوني ما خدمتش. ما تكفاهمينا بالعقل كسروا لي البطمه.
هذه سرقة أخرى. واش من وقتها يفهم؟ البارح ما بين الزوج السبعة. ما كنتيش في الدار هذاك الوقت؟ لا ما كنتش في الدار، رحت نخدم على روحي. ما كان حتى واحد في الدار؟ ما عندي حتى واحد، ساكنة وحدي. وين تسكني؟ نسكن في لا سيتي شوفالي، باتيمون بي نمرو 4. هذه السرقة الثانية في هذا لا سيتي، الحالة راهي ماهيش مليحة. ما عندكمش عساس في لا سيتي؟ عندنا عساس واحد ومسح لا سيتي كبيرة. وش الدولة كامل من الدار؟ اللي الدولة أنا حطيته في هذه الورقة وليك اسمي والأدريسة. تلفزيون معني التلفون. صحة درك نشوفو كاش ما كاين رانا نبعثو لك. ما تعطلوش عليا رحم والديك. وني مهنية. أو على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. جيت نبوزي بلاتة أخويا. واش كاين؟ سرقوا لي طوموبيل رصاص. وقتها؟ البارح خمسة ثمانية ونص تاعي الليل هكذاك. واش بجي؟ ساحة شهداء. عندك كوا؟ اسمعوا مليح السؤال. أنا هاد لافير خاطيني. بصح يظهر لي بلي السومة نتاعكم غالية بزاف. على كل حال نشوف المعلم الكلمة الأخرى لي. ما استناوني شوية درك نرجع. اسمعوا يا صغار، منا وجاي احنا اللي مدو السومة نتاعنا كاينة منها. كلمة كنخونا يديو اللي يحلو. أوكي كاينة منها. السلام عليكم. صحة يا صغار. صحة صغار. واقيلا ما عجبتكمش السومة. حبيت تقول بلي انت اللي شادي بالسومة نتاعنا. هذي قلت لهم ارقدوا من وقت وليتو يديروا في السومات نتوما. مالاش هذا باش ندور الحسابات. طلب السلعه راه هنا قدامك، ديها ولا لا؟ ماذا بيه وينما السومه ديالكم شحال؟ 600 عمد الراجي، عندنا فريجيدار دو تيليفزيون وعينك يا ميزانك خير ربي يشوف. ولا واش قال السومه ما ساعدتكش؟ 600 بركات. نخمو عليها يا وليدي. صح كيما تحب، نرجعوا غدوة. ايه معليش سيبو انا سي عمر كيف كي هو كي انا. الله يبارك. اسمع يا ابو علوره الله يرحمي امك ما تزيدش تجيب لنا الجنة. ما تخاف ما عرفتوش شكون هذا. ما عرفتش حسين خو بالا باب جديد. ابو علم باب جديد. اسمع بالك نجينا نشوفوكم. كلك مهني طنسيون بالك عرفو كيفاش تخرجوا. اتكل على الله. قال اخر سلامة سلامة دراجي. سلامة تربحو نطلع فيرو عطيكم حمد راجي. سلامة ابو علوره قال اخير. سلامة ديكوردي قال اخير ابو علوره. ها واش خممت يا صاحبي؟ افير مليحه. اها درت حساباتي نديرو فيها حصيصه. راني جبت لك خبر مهم من غدوه تبدا الخدمه. خير بركه. خير يا ابو علم. والله ما استنى نقول لك يا دعمر. ما تقول لي ما نقول لك. والدوسي كيفاش؟ راني شفت السيد هو يقول لك واش لازم تديرو. كازي جوديسيار قلت له عليه ما تكسرش راسك. قلت له باللي درت الحبس. هاك روح لهذا الديسا وطلب سي مزيان. ربي يكون معك. واش حتى جاتي محمد نشوف سي مزيان. وعلاش؟ عندي شغل معاه. لازمك كيما تخدم في الشركة تعمر ورقة وتقول لي علاش. دابور ما كاش هنا. صباح الخير سي عمر. ايش جيت بكري اليوم؟ هاك تشوف. صباح الخير سي عمر. ريح عنا انت. كله يدخل هاني نسنى فيه. صح ادخل
على الخير ريح. قالوا لي بلي راك في وضعيه مشي مليح. كنت تكلمت مع الدا عمر باش نعينك في منصب هاد لابورونتير. بصح المنصب هذا ماهوش فارغ الان. الا تحب تبدا في الاداره حتى بعد ما يفرغ المنصب هذا. واش رايك؟ واش لازمني نعمل؟ اوف خدمه سهله. تعاون الكاتب هنايا خدمه سهله وتنجم تعلمها بفيه. صح. ها؟ صح. الو رضا شوف نبعث لك السيد اللي تكلمت لك عليه. ايه اجون بيرو. ايه صح من بعد نشوفه هذا. صح. هاي فريد اسيدي. اسمح لي سي مزيان والدوسي كيفاش؟ الدوسي حاجه سهله هذيك من بعد نعملو ما كاش مشكل. ها هاي تربح. أنا رضا وهذه ليندا. تشرف. قول لي أبو علام حبيت نسقسيك قبل ما تجي تخدم هنا خدمت في جهة أخرى؟ إيه صح بس كنت ندير من قبل. بالك يحشم. بالك صح ما يلزمش يحشم معنا. رانا دوك نخدمو في بير واحد وزيد رانا دوك زملاء ولا واش قلت بو علام؟ عجيب ما يحبش يتكلم. مالك هو انسان جاب روحو. خلينا من هذا دوكي جاي يخدم هنا لازم توري له واش يعمل. صح. شوف بو علام دوك انا نخدم كتب فني من على 15 يوم ليندا تروح بير واحد اخر من بعد انا نحكم بلاصتها وانت ترجع في بلاصتي وهبا تعاوني في خدمتي. واش لازمني نعمل؟ سهل ترتب الملفات تعمر لي فيش تجبد براوات وساعه على ساعه تكتب بالماشينه. عمر ما مسيت ماشينه انا. لازم تتعلم ساعه على ساعه جربها وتشوف هاد الماشينه شحال تعاونك بزاف. لكل شيء بدايه يا عزيزي. عندي الحق رضا ولا خلي عليك مع الوقت تتعلم. هذا ما يكون غير الحسين جا سيرتو ما تعجبش محيرني هاد الايامات. مساء الخير عليك. مساء الخير. دائما تلحق مؤخرا على المشي خلقك عم كملوا الماكل. مالك جعان؟ مالك ليك برا؟ وعدوا النوت بكري باش يدوا. هاك باك اللي عندي. عندي عندي الدراهم. منين جاوك؟ حطاهم لي بوارورة. مريت خلاص. هاك معاهم في الميسا. ما خدمت معاه حتى في ضربه بصح كنت معاهم كي راحوا يجيبوا الدراهم من عند سي الراجي وجاب لك ربي عطاو الدراهم هادو بطل. هادي طعمه باش تبلع الصناريه وحطناه اجبد. هذا ما كان. هذا ما كان. وضع مع العشية نردم في النهار ما نجمش راني مع الخدمة. وانت اسمع لي يا مليح. ما نحبش زيد تمشى معاهم. الطريق هذه جسها انا قبل منك. وهكذا صرات لي كيما انت. كي طوعوك يدوك معاهم الهدات. وشنو في الاول ما تدخلش روحك بقى غير تميز وكي يكملوا الضربه كل واحد وبايو. وانت كل ما طلع لك الحصه
كل ما تدخل في المعمعة وتوالف تاع الصح واقدا يخبزوها حتولي انت هو زورو وانت اللي تسبق الحراش مالي تخطيك صح وعلم تصبح صح راح تدخل بزاف يا اوكي لا اسمع بدا تدخل شوية تنساش لي عندي 40 مليار علينا بصح ماشي لا قاتلي كراهي بدلوني وعلم فوق ما تدخل بزاف نضرب بيلس بلاصة هنا الحمد لله بيروي ما خرجتش عليا مانا روح شوف سي مزيان شفتو شحال من مرة ايوا باقي لا ريليجيون ليبيا والخلاص واش قال لك عليه؟ قال لي هاد الشهر يخلصني كيما الاخرين ان شاء الله بابا نسيت واش قلت لها التليفون اللي انت ياك هذه سمانة اللي راهي فونجي الو سي مزيان صباح الخير ايه ها هنا ما عليك ولا شنو تقول لك زقيت لي سي مزيان ايه زقيت لك شوف خذ الترموس جيب لنا قهوه كيما العويد هاك بون ما عندكم الا الديدواني ولا بيان ها والدوفيز الدوفيز كيما العويد سلامي تغدو كانت يا عتيف أهلا قدامك واش بيك بعلم ما راكش مليح غير شويه كنت زاهي تسقى عليك بعدني نجيبو القهوة علاش دارا غير باليوم ما يفهمش روحو ما يقدرش العباد وهو كسمع على بالو مع الناس كاين معاه زوج انا بيها ما قلت له والو ابا لا غير هذه ما ديرهاش سينو تندم سي مزيان نعرفهم ليه وعلاش ندم يا خويا حاوزني اللهم صلت ولا ما عشت الدل انا ما جيتش نجيب له القهوه لهنايا ولا باقي لا بديت نعرفك مليح شوف روح هاد المره تجيب له خاوي وكي تكون انت وياه راس فهمو ما يفهمني ما نفهمو مانيش جايب القهوه وصلات نبي وعلام على الشيطان ماشي هذا تبري حوايجك صح يا سيدي دوك انا نروح نجيبهم في بلاصتك خليه هنايا ماشي ليك اللي قال لك واش كاين مازال ما رحتش القهوة اللي داخلة في خدمتي هذه جديدة على حسب ما فهمت ما راكش حتدخل ماشي هكذا اللي تفهمنا النهار اللي جيت اي والله هذا هو حق الخير صح على كل حال دوك نعرف واش ندير ما عندك ما تدير لوكا باش على وجه دا عمر اللي مقادر لوكا اللي كسرت لك سنانك كيفاش تكسر لي سناني يهددني ويجي على كل حال راك شاهد ومن بعد نعرف واش ندير اغلقني للزان اصفر للجنحان احمر الخندان ياك حي العينان هذه مدة وسنان تف القبص حزين تغني بصوت حنين لا من نفهم ولا لي ما جرب شي المحاين ما يجيب لك خبر واللي ما يعرف قيمتك هذا يشويك على الجمر يشويك على الجمر لي ما جرب شي المحل ما يجيب لك خبر واللي ما يعرف قيمتك هذا يشويك على الجمر يشويك على الجمر
الطغلاك منين ما يقول عنده قلب حنين ما يغام عن الطغلاك منين ما نتفاهموا غير حنا الثنان يا المحتل قبس قبس والو يكون قصر يا جبل النظر يا عزل النحلة في الشتا داخله يرجع مر قبس قبس والو يكون قصر يا جبل النظر يا عزل النحلة في الشتا داخله يرجع مر قبس ظلمة يعمل عين في الدق يكسر الحين قبس ظلمة يعمل عين في الدق يكسر الحين لما ولا قوت بنا يا المخنين تغنيت تفكر الايام اللي كنت فيهم حار فرفر في الهوى طاير وتعشش في السجر تغنيت تفكر الايام بركره كما العاده كاش منبع والمسيد ما قريناش هادي شحال ما قريناش ما لاشيه الشيخه تاع روميا راح تزيد ما كاش لي قريب في بلاصتها ما على باليش ما قالوناش سيزيام قريب وهنا تحبك تجيب سيزيام لا جوزي مليحه شويه مازالها في الفراش اي روح ما طولش شويه خالتي فرجها حبست الخدمه على بالي غدك خرج مع ديما ما قدرش نحمل راني عارف بطلت الخدمه على خاطر عندك النيف برك ما زعف في روحك تعيا وتسيب خدمه يا وليد ربي ما فيه غير خير اسمح لي نروح بوعلي عندي شغل سلامه واش العجوز ما راني شي عارفه يا وليدي راني نحس روحي مقلقه راك صبت روحك مره ثانيه بلا خدمه ما تخميش عليا دوك نزيد نسيب خدمه اخرى اللي توالمني ما نكونش فيها من الاول العجوز مانيش مليحه يا وليدي راني نحس روحي مسوسه الدواء هذا مليح للاعصاب هاكي بعد اشربي واحد شوفي هذا زوج مرات في النهار هذا ثلاثة وهذا كيف كيف صحة يا وليد شوفي واش جيب لك سروال كندورة قماش بزاف عليك يا وليدي هكذا كي تبراي تخيطي القماش هذا كيما تحبي ان شاء الله حقا فروجه كانت هنا على بالي ما رديتلاش دراهم ما حبش تديهم قالت لك النهار اللي تحتاجهم ما تجي تديهم هي قالها
هادي قريب عام ويتعاون فيك مساعدتك في كل شيء. قلبها حنين مسكينة، ربي يجازيها. هاك هاد الدرهم اللي بقاو من الشهرية بتاعك، نخبيهم في الخزانة بالك تحتاجها. كي نحتاج نقول لك، خلي نصرفهم على الدار ما بيت نصيب خدمة أخرى. ربي يفرج يا وليدي. هاي لك يا دوا مرة علاش بطلت؟ لو كان جيت في بلاصتك توال ندير بحالك. وش انت اللي تربى على الشوك وعلى الخبز ديابس يطيح بنيفه؟ ما تربيناش على حرير يا ابو علام. ايه دعوة ماري، والله الكلام كيجرح ويداوي. شفت كيفاش؟ بصح انت فلطيت، لو كان غير جيت شفتني. واش تحب؟ تعرف يا وليدي ما نحبش نشوفك بلا خدمة. انا نشوف باش نكبر راسي. نديرو حاجة، جيت تخدم معايا في القهوة. كي يكون بالقسط ونجي نشوفك. خمم. تعرف اللي محيرني كتر هو اخويا حسين، هو في طريق ما تعجبش. الى حب ربي راني طاوعت له مضرب. تعرف اللي ناحيه لي شوكه، انا نروح. ما تنساش بو علام الشينوا اراتاي. صارت لي عمر، اسمعني ما نسلكش. واش سي رضوان هنا ولا مازال؟ راه هنا ذوي الحق، راه البيور ديالو. يا بتي صاحب بنكورك. ادخل. سي رضوان كي راك؟ سي عمر كنت نستنى فيك. صاحب صحرا يمزلوك، راح عليا الحال. كما العاده كل دايما مقلق، واش كاين جديد؟ سلعة هي اليوم صبنا لك واش حبيت، بيبان تاع القدام، بيبان تاع اللور، وبزاف حوايج اخرى. لا كاميونات راهي قدام الباب. غاية دوك نشوفو مع الولاد باش يدخلوا السلعة. هيا سي عمر. هيا قولوا ما تخلطوش مع الكاسات الاخرين. ها هذه هي السلعة الكوموندي على سي خونا، على بالي عنده مدة هو يستناك. إما لك ما تفهمنا. صح سي رضوان، وإذا كاش مكان نضرب لك التليفون كي العادة. ما تنساليش الكاسات اللي طلبتك عليهم، راني مغصوب بهم. غير ما تخممش. إيه حقا، لا يا أستاذ، ما تدير والو في بالك. صح كيما تفهمنا، سلمنا على سيد الراشد. إيه، مع السلامة سي رضوان. تربح. على خير. شوف رد بالك مليح، ما لازمش تبيع السلع من ولا. اذا كاش ما جاك واحد براني لازم قبل كل شيء تصنديه، مفهوم؟ ما تدوخش يا سي عمر، هذه مده وحنا نخدموا مع بعض، الحاله هي هي كل شيء ماشي. نبهتك على خاطر اليوم الحاله ما تعجبش، لازمك تقرا حذرك مع المشتريه، مفهوم؟ يا اخي سي عمر ما تشغلش بالك، مشتري حافظه وقاريه، نعرفه كيما نعرف عيالي. هذاك هو وقيد، لازمني نروح انا. هاي انسان. هاي الله. ايوه مالك ما تفهمنا؟ كل متهني. هاي بسلامة. امشي بسلامة، بقى على خير. سلكت ولادي، يعطيكم الصحة. هاي دوك نعطيوها صالو فتاة. وين حق باله مليح؟ بالخف يتعلم صنعة. يا ربي يديك ما خممش، يجي نهار وين يلحقك وتوالم يفوتك ان شاء الله. على كل حال نخليكم تخدموا، تبارك الله فيك. على خير.
عندك. درك حسين كي بدا الخدمة رانا نحينا شوكا، ما زال غير انت تدخل في المعمعة. يجي نهار ما تدوخش. لا عجوز راي بخير. هاي بدت نقرا شوية هاد الأيامات. الله ينجعل الخير. تهلا في روحك وعلم يا منعش. يما جيب حبة زيت ستة. إذا حبيت ماشي غير حبة. يا حتى أنا عندي بزاف ما كليش الخلاف. هذا المرق جاب لنا سي زيان. صح هاك خبزتها. حتى أنت تتحسن حالتك يا وليدي. وين خليت الحسين؟ خلاص بدأ الخدمة. الحمد لله. واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة في عين الشيطان. بنا حبة لجوز. واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة في عين الشيطان. اسمعي لي ايما انا جيت على تريسيتي. استنى شوية استنى. بوعلان بوعلان واش سي محمد؟ انا جيتك على تريسيتي اكون ما خلصتوش وعلمناكم، ولو كان ما تخلصوش رانا نقطعوها. بقى على خير. Thank you.
فهمتش. من بعد تفهمي بصح كي يجيب الصاك وين نسيبك؟ اذا صحيح تجيب لي الصاك تجيبوا لي السيام تاع الشمانف. قولهم فريد على صغيرك. صح فريد قدري تروحي. خير.
مانيش مأمنة. كيفاش درت باش لقيتها؟ شو يا زهر؟ احكي لي. لازمنا تشوفنا نحكي لك. ما قلت لك الصحة. لا مزيان. وش اسمك؟ بعلام. تشرف. مازال ما تخرجي. حوزة على الوحدة. وهو بدات هذاك السيد هو اللي جابو. هذا مولا كلمة. ما قالش كيفاش حتى جابو لك؟ لا ما قالش. هذه شابة في السينما وصاتش. المهم كي صابو ما خصك والو؟ لا ما خصني والو. ما نجمش نردها.
بالي، بصح تعجبني الصراحه ديالك. كنت على بالك وما قلتيليش. انتي صافية ومريفة برك دروك تحشمني. قولك الصح، والتصويرة تاعك ما ردالكش غاية، دروك تفوز بالتصويرة ديالي. هاكي ما تشكيش اللي ديتها باش نزوغ بها للناس. أمل علاش ديتها؟ ديتها لي أنا. أليك بصح فريدة تهمني بزاف، انت ماشي كيما الآخرين. قال الحق الوقت بوعلام. سي محمد. نعم. اشحال؟ 750 غرام درهم. استنى استنى انا خلص. معليش كيف كيف. تفضل. خليك ساعة. مادا بيا نزيدو نتلاقاو باش تحكي لي على روحك. كاش كيما هو اللي عافيه سوق واش خمك؟
هي بدات تميزي قبل يهد معنا. المهني أين هدو لندو؟ والله علي يا أخوة المزيان اللي جيتو في الوقت كنت رايح نخرج يام نجزينا تريق ما عرفنا ايش نصيبك. يزيدوا شربوا القهوة يا الولاد. لا لا صح شربنا بزاف يا رابح. واه أني خرج أنا قضي. صح صح إيه ما تنساش خليلي المفتاح عند الجارة ودي. صح لا جو صح صح فبقوا على خير يا صغار تحضروا في روحكم الحارة والمصيب. هكذا نقدروا نتفاهموا كمان راه برك راه هاني شميت على جيتو. علاش هادي ما تكون غير طريقة راه كنت وجدوا فيها هي بدات كي سمعت اللي راك تخدم انت بطلت زيد على الهدا وخلاص واش خممت هاني مطوع حانوت سياغة. اسمعوا القهوة انا لا بيجو تري ما نتلاقاوش ديجا ضربت عليها عامين في الحراس الله يرحم والديكم خليونا. يا سميرة تمشي معنا ولا لا؟ اسمع يا حميد ويرحم بابك الا نطردكو كيما مال فين بيجو تري الدعوة قارصة. ما تدوخش ما تدوخش انا خممت لها مليح. شوف صرت عفسة في رومون بوليسي وفي الرومون نجحوا ولا طلعوا بوعلم تيتيش اركام تخرب سيبو لي غير خليه يفهمنا في الهدا ومن بعد يا خويا هضر الله عليك. اسمع مليح الحانوت جايه في سليقه وما كاش بزاف العباد انا خممت انه سي الضربة جوايت الوحدة تاع النهار. اسمح لي ولا كي والله قلت لك انا شنو نستنى حتى الوحدة لازمنا جراية وما كانش كيما الجرية تاع سي عمر. كاينه سي عمر يسكن في حومتك حميدو جراية شغلي انا وحنا نروحو لبيجوتري ونهار الضربة نجيبوها شغلي بانتر اللبسة و دوزان تاع صبيغة تدبر راسك واش خممت؟ هي مربى بها صياغة ناس كلف بها مازالت حاجة باي. كيفاش تكون القسمة؟ 60 ليا و 40 ليكم. واش بو علام راك تقعد؟ صح انت اللي وجدت كلش بصح حنا قالنا اسرع انا نقول 60% لينا و 40 لك ياك تعرفوا حالتي يا صغار. نصف نصف هي بدات عضوان بدأوا Thank you.
سيدي بعقلك واش كاين؟ واش بال بعقلك يا سيدي قرب كليتني. اسمع هنا الحانوت تاع سي مالك. ايه هذا هو حانوت سي مالك. كيما راني نشوف راكو تصبغوا. هما لا رانا نلعبوا. ما كاينش شوفي رانا نصبغوا. كيفاش؟ انا الصبح قال لي ولي على الوحده وربع. واش قالك؟ قال لي ولي على الوحده وربع. راني جيت لقيت الدنيا كاره يا رحله. وشنو هذا؟ وحده وربع. ما تاخذيش عليه. نقول لك شويه على خطر على خطر يتوتروا له الخيوط. ما تاخذيش عليه. روحي اختي العشيه على الزوج ارواحي تلقاه هنا. يا اختي على الزوج يا يما. وانا على الزوج عندي عرس يا راجل على البليس. وانا علاش العشيه تفهمي معاه؟ العشيه اللي نتفاهم معاه العشيه الى حتى واحد من حيتك. العشيه الى حتى واحد ما غسلو غسل دواره انا نتي نغسلو غسل دواره. اختي تغسليه تنشريه بينك بينو خلينا نخدمو دوكا. سبحان الله كيفاش العباده يصير كلهم يرقدوا لاباس يصبحوا كاع الصباح الدنيا كتكلم ما فهمت فيها والو. والو هلا هيا نقلعوا هيا ركز. يخاف خاف استنى كاين نقدر واحد اخر. ما يجوش هيا يتمشي. بالله بسم الله بالله بسم الله يا خاطي عم نقوم انا رسول الله يشفع. عمري ما شفت صباغي كيما هذا. وهذا سمعوا في الدوزان تاعهم وراحوا ولا واش؟ انا ما يهمونيش على كل حال. لله 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 بسم الله. الو الشرطة الو الشرطة اروح اروح اخويا بالخف. سرقوا الحانوت تاع صيغه هيا انا عميه تاع صيغه في حي لا كلاسيال في 26 في 26 في 26 صحه صحه نيسنا ما تحركش. ما تنساش الجرايه رضا ويكاند. هيا اجرب اجرب اعطيه الكباط يجرب. ايوا عمر كلش ربي يخرج على خير اليوم. يخفت خاف يا خويا شحال ثقيل هاد المصيبه هذا. هيا اجري اجري برك روح. هيا قلع من بعد المعنى يا خويا هكذا خدايمك كل يوم. هيا خلصها شوف يا خويا شوف دولي تلكمش ما خلاو لي والو. ماذا بينا تحكي لنا كيفاش صارت المسألة هذه؟ رخت على التناشا جوات 12 ربع كنت في الدار من جهد ما فطرت ووليت 21 كنت هنا وانا مع والدين نحل على الزوج ونص ثلاثة غير ربع. كي لحقت هاك تشوف صبت الداوي تقريب كلش ما خلا والو. راك تقول باللي غلطت كي العادة على 12 ورحت قبالة لدارك. نعم جهد ما كملت الفطور كانت الوحدة 21 عاودت رجعت للمحل تاعك مع عدم العادة انت تحل بين الزوج ونص ثلاثة غير ربع. يا ترى كنت جاي ما لاحظت حتى شيء ماهوش كي العادة من في الحومة. كي كنت جاي من البيت جاب لي ربي شفت كاميونات شغل قلعة تجري. واش الماركة تاع الكاميونات ما انتبهتلاش؟ ما كنت بعيد بزاف.
سجل المعلومات أمام الدار أنا برا. صح. لله يا خاف تعاونوا أخوكم مع موقفيف. اسمع سمسك اسمع. نعم خويا. عندك مدة وأنت هنا. هذه مدة 4 سنين وأنا هنا. لا نتكلم على اليوم بالذات. من اللي طول السمش حتى تغرب وأنا في المضرب هذا. ما لا بين 12 و 1 ونص كنت في هالجوية. نعم إيه. وما شفت حتى شيء وقع هذاك الوقت. كيفاش تحبني نشوف وانا عمى وكشيف كيما راك تشوف؟ قصدي يعني ما انتبهت لحتى حركه صارت هنايا. انت بوليسي على حسب شوف، ولكن شوف بعيون القلب. احكي لي قول لي واش وقع. شفت 204 باشي جايه من الطريق هذه، هبطوا لهنايا، هبطوا منهم 3 صباغين. كي هبطوا هبطوا الدوزان تاعهم، هبطوا البيادن وهبطوا الاخر وداروا الحطب كيما راك تشوف ودخلوا لداخل، وربع ساعة من بعد خرجوا وراحوا وقات ضربة. هذه بلا شك قامت بها جماعة موالفين بهذا الشيء واستعملوا السيارة. سي رشيد كاين المرأة سمعت علينا تحب تشوف مول المحل. هذه المرأة هذه عطتني على بيها جيت على 21، عطتني السلسلة باش نخدم أنا خاطرش عندها عرس على الزوج. روح قول لا تدخل. كيفاش ندير مع المرأة هذه كلها؟ كيفاش ندير مع هذه المرأة هذه؟ على من راك؟ راك عليا؟ ها؟ يا مرأة بيك. صرات سرقة هنا ما راكيش تشوفيها. سرقة؟ نعم مي صرات سرقة ما بين 12 و 21. أنا ما فهمت فيها والو. كيفاش إذا ما فهمتي والو؟ ما فهمت فيها والو، رايحة نندب وجهي ونقطع حوايجي. مقبيلة نجي نلقى واحد الغول عند الباب قريب كلامي. دوك نجي صرات سرقة. فهموني؟ سمحيلي. واش كاين؟ قلتي بلي كي جيتي قبيلة لقيتي واحد قدام الباب. اي الزواق قاعد في البيتون قاعد في القاعة ويحرف بالحطبة في البيتون. صح ريحي اليوم بعد رانا سحقوك توالي. اسمع يرحم والديكم ما تغمونيش يا خويا، سرقوكم ولا ذبحوكم ولا كلوكم ما كان ما راح لي فيكم. انا المهم جيت ندي سياقتي عندي عرس العشية فينيتو. اش فيها المخلوقة هذه؟ على كل حال تقدر تفيدو. أنا ثانية راني لقيت بعض المعلومات اللي تبعها تفيدنا بلا شك. نرجو أن يتقدم أحدكم إخواني الطلبة للإجابة. دقيقة التفكير انتهت. أهلا وسهلا. أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم. نعرف أن مصر عانت طويلا من الاستبداد من النظام الإقطاعي. واستطاعت في آخر الأمر أن تتغلب عليه بثروتها بثوارتها. قضت على النظام الإقطاعي أو الملكي وتحولت إلى جمهورية رسمية. طولتوا شوية. كان عندي شغل في الدار. جلالي رديتها. رجعتها كما كانت في الزنقة. أنت واحد ما شافك. سي عمار لك شو واحد يعرفه؟ واضح تا واحد. مازال غير سيدي جيدي سلام. لا عليك حميدو. خاطيك. صح الدعوة طول شوية. شحال؟ واحد 3 أيام. كيفاش هذا 3 أيام هذا؟ السيد يسكن في كلمته. عنده بوشري هذا وشنو الفعل؟ إيوا كاش تلقى به؟ أنا تخممش. كاين ولد عمو عنده بيجوتري في بليده. هو يجيبو لنا. ناني عارف. أفر كيما هذه والله العظيم ما يتلقى. حبس حتى بحنايا لازم تجيب لنا هاد لافير ولا واش قال؟ الدوخس ذهب انا ضدها. اخويا نلعب ليك السلمان ثانو عليها جميعا. قصدك اسمعوا صغار هكا لا نزيدو نتلاقاو تبرموا من السهرة من اللي عملت الضربة هذه راني لهنا تفرى ونجبد روحي تاع صح كان ابو علم بينا احنا من هذه وخلص. دب خلي عندك سميل عندكم ما تخموا والو في هذا الشيء. شوف هذه غير كون مهني مرة واحدة. أنا
شحال تعجبيني يا فاطمه كي نشوفك نشطه كي مازن. شحال تعرفي تردي الروح يلا في الرجع. انت هذا المرض تاعك دائما موسوسك، وجهك راه لاباس عليه الحمد لله. وين يا ولد؟ راه كاش ما صورت. رد بالك ادخل بكري. مس الخير علي. مس الخير حسين. راك لحقت بكري. جيت على شي دقائق برك، لازم دوك نرجع للخدمه. واش حسين؟ نعم. راهي عجبتك الخدمه تاعك؟ لا تعجبني. صح. بوعلم مازال ما جاش. بوعلم اللي خرج الصباح ما وليش. يظهر لي ما راهوش مليح هذا النهار. وذهب ذهب
خليه عندك وكيجي نشوف. أبا. صح معليش، أنا رايح لاكار نوصل لعجوز، جوز يا مات في البلاد ولا شي نتلاقى وخلاص. هي بدت هكذاك نجيبو السيد ونتفاهمو معاه في التخنة ديالك. كاينة صح. هاي شوف
انت روح قطع لهم من ايه امشي واش راك تسنى كبا استنى هنا بالك تحرك روح روح مالك روح درك نجيب حبس كيما راك حميدو حبس لا ما نقبلش انا من هذا الشيء ماشي صحيح
وجودي ما عمل حتى شيء. قلبي خليني اروح يا العجوز. ما تخافيش، اذا تحبي نساعدو قولي ناوي نلقاو على بوعلام. بوعلام حبس. بوعلام انا نقول لك حبس.